أندية إيطالية، بداية من نادي طبعا نابولي ووصولا إلى نادي تشيلسي في إنجلترا، ويقود حاليا فريق ويست هام. هنا أمامنا كرة في الميلان، هذه أمامنا هنا التحضير، حاولات ما زالت من جانب فريق نادي الميلان. هنا ماركو بوريالو، لكن ماركو بوريالو أمامنا، هنا رونالدينيو لم يظهر، لكن عندما يظهر تكون هناك المفاجآت. يا سلام على الكورة، يا سلام على الكورة، رونالدينيو يضع تمريرة في منتهى الذكاء، في منتهى المهارة من جانب اللاعب المميز الحقيقة الذي يمرر دائما ويصنع دائما، صاحب 9 تمريرات أسيست هذا الموسم، ويمكن يعني الأداء المميز 12 أسيست عفوا في العام الماضي، لينضم لفريق نادي الميلان بعد يعني طبعا يعني يهاجم اللاعب، لكن هو طبعا يتحمل جانب. هذه أمامنا رونالدينيو في هذه اللقطة، تمريرة حلوة حلوة إلى بوريلو. راجل بتحط فين يا راجل؟ ماركو بوريلو يعني بيتعازم عليها هو واللاعب فافالي. سيدورف فوتة حلوة قوي، رونالدينيو انطلاقة، رونالدينيو مرر كرة بينية قطر. سلام على البينية، لكن أهروها كويس المرة دي، ويطلع ماركيتي مهم قوي، انطلاقة حلوة من جانب اللاعب أباتي، استلام من جانب رونالدينيو، رونالدينيو يطلع كرة حلوة قوي لبوريالو، تتعصر في أقدام يعني طبعا لاعبي فريق الميلان، الكرة كثيرة من في بطء شوية في التحديد. أدي عندنا اللاعب رونالدينيو، رونالدينيو يراور يحتفظ بكورته، ما زالت المهارة موجودة، لكن القوة واللياقة البدنية شيء مطلوب، وحكم اللقاء يدي تحت فرصة 32-33 متر عن المرمى. هنا أمامنا رونالدينيو سدد كرة قوية، ولكن توقعها الحارس ماركيتي، أول كرة يعني متشكل في الكرات الدفاعية وراضي بالنتيجة دي، وهو عايز عنده الرغبة إنه يأمن، ده شيء مهم. أدي عندنا مهارة، مهارة حلوة قوي من جانب رونالدينيو، ولكن الكرة تطلع جديدة لفريق نادي كالاري اللي بيطمح في إحراز التعادل أمام فريق نادي الميلان. هنا أمامنا هو اللاعب بيتزانو، فرانشيسكو بيتزانو، إنذار والإنذار على فكرة. الدورف، في دورف أمامنا التمريرة، رونالدينيو، رونالدينيو حاول المرور، غاب عن اللقاء الماضي أمام فريق لاتسيو. هنا أمامنا رونالدينيو مرر كرة لسيدورف، ولكن توقع الحقيقة اللاعب كانيني. وادي أمامنا هنا يعني يطول فيها، وعايزين نطول بقى في هذه الكرة مع رونالدينيو، يعدي رونالدينيو، ولكن المرة دي بقى هو يحصل على خطأ على فريق نادي بولونيا 3-0. هنا تقدم، والسلام على الكرة القوية، كرة قوية أمامنا من جانب النجم رونالدينيو، لكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب. ادي امامنا الكره، ايش حضراتكم ترتطم خارج الملعب، ادي امامنا الكرات الثابته المشهور بها هذا النجم الحقيقه، لان هو يعود الى نغمه الفوز. ادي امامنا وسط الملعب، تمريره تحرك من جانب رونالدينيو، رونالدينيو يحاول المرور، ديسينا امامنا يضغط عليه، مرر كره حلوه قوي امروزيني، لكن مرر ماركو بوريلو طلع كره لرونالدينيو، في رؤيه حلوه رونالدينيو لعبها حلوه حلوه، واللمح لمح الراجل اودو امامنا، وادي اودو صلح الكره، لكن امامنا الكره مقطوعه من اللاعب ماسيمو اودو.